الله يساعدك سيدنا. هذا وين المكان؟ هذا بمزيد المعايير، كل الخط البنوس كله سكت. كل الخط البنوس ملابس. يا رب سترك. خطية إدارية يا أصدقائي. خطية والله. قلت لهم افتح لكم المحل، تعالوا خلوا غراسكم هنا. يا رب سترك. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا شارع الأحفاد يا يمك. كامل لك كامل من قبل يقص المكان قص. يا نار كوني بردا وسلاما، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. المدينة المائية، يا رب سترك، يا رب سترك، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا نار كوني بردا وسلاما، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله يبعد. بس تعال شوف يا مفتاح المقصد، يا رب سترك، اللهم صل على محمد. كلها احترقت ذول، احترقوا وهي خطيه. سندويش شلونك خالد؟ حياك الله، الله يحفظك. غلط هذا سندويش ولا كله غلط. انا لله وانا اليه راجعون. يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وعلى ابراهيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد. الله يساعد قلوبهم، الله يساعد قلوبهم. انا لله وانا اليه راجعون. شوف النار جاي تعلى وجاي تصعد مواد. انا لله وانا اليه راجعون. استغفر الله رب العظيم. السلام مطلوب لي التربول، خمس سوي ما لحقت، بس خمس سوي. هذول المستثمرين، هاي الحكومه، هاي المستثمرين، هاي الحكومة العراقية، هاي استثمارهم تشينكو واحترق العراق بسببهم. ما اكو بنية تحتية، لا اكو اعمار، لا اكو شيء. ليش هالشكل؟ ليش حلال العالم كله احترق؟ انا لله وانا اليه راجعون. المدينة المائية احترقت بالنجف الاشرف. خلينا نشوف وين الدفاع المدني، وين الناس الخيرة. إنا لله وإنا إليه راجعون. استغفر الله رب العظيم. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وآل إبراهيم، اللهم صل على محمد وآل. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يدفع عنهم البلاء، إن شاء الله ماكو خسائر بشرية. دعواتكم، دعواتكم لأهلنا أحبابنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. مواد كلها مواد، أثاث. أبو الزوالي المدينة المائية، هذا السنتر وال... يعني هذا بالوسط كله احترق، المحلات المكين. إنا لله وإنا إليه راجعون. إن شاء الله جاي تخفت النار. إجت فرق الدفاع المدني بعدها هناك النار، بعدها ذاك الصوت. هاي صارت أصوات مال الانفجارات مال المواد. دخيلك يا ربي، دخيلك يا رب. يا الله دعواتكم إلهم. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وآل إبراهيم، على العالم. الله يعوضهم، الله يبعد الشار. إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني ما قدرنا نغطي لكم المكان أكثر. دعواتكم إلهم، دعواتكم. بين سماء النجف يعني صارت بها سواد من جهة المدينة المائية. الله يبعد عنهم الشر. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وآل إبراهيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني في التماس كهربائي، هذا المنطقة تشينكو، يعني مستثمرين هاي الحكومة اللي نحكي عليها يستثمرون بتشينكو ويطلبون آلاف الدولارات. هاي انفجرت مواد وأصوات. إنا لله وإنا إليه راجعون. إن شاء الله ماكو خسائر بشرية يا ربي. إن شاء الله بردا وسلاما. يا دعواتكم، إن شاء الله أخوتنا بالدفاع المدني هم ما يقصرون. إن شاء الله ماكو شيء. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا رب سترك، يا رب سترك. المدينة المائية بالنجف الأشرف تغطية مباشرة، ما نقدر نتقرب أكثر من بعيد. إن شاء الله
ننتقد فيه، وإن شاء الله ماكو إلا خير يا ربي. الله يبعد، الله يبعد الشار ويبعد الحريق عن مدينة أمير المؤمنين. دخيلك يا أبو الحسن يا علي، إن شاء الله بردا وسلاما. دعواتكم لهم، دعواتكم، جزاكم الله ألف خير. إنا لله وإنا إليه راجعون. ها أخوي، أخو ماكو خسائر بشرية، يا الله إن شاء الله ماكو شيء، إن شاء الله ماكو شيء يا رب. هاي المدينة المائية عالم السجاد، المدينة المائية تحترق في النجف الأشراف بسبب الحكومات، مشاريعهم بتشينكو، هاي المشاريع الفاشلة يحرقون العالم، وعدم حسابات للكهربائيات والأجهزة الكهربائية والوايرات، وهاي اللي نشوفه كله نقول أسباب مولدات وغيرها بدون تخطيط وبدون حسابات. هاي المدينة المائية احترقت، وهاي الدخان تعالى في مدينة أمير المؤمنين. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، استغفر الله رب العظيم. لحد الآن، لحد الآن مستمرة النيران تتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون. بردا وسلاما على مدينة أمير المؤمنين إن شاء الله. دعواتكم إلهم، إخوتنا الكسبة، هيئة استثمار النجف، حسبي الله ونعم الوكيل عليكم. تبنون بالشوارع وبالحدائق كلها تشينكو ومواد حارقة وقابلة للحريق، استغفر الله يا رب العظيم. بردا وسلاما على أهلنا في النجف الأشرف إن شاء الله، تعدي على خير. والقوات الدفاع المدني إن شاء الله يخمدوها، أولاد علي يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا نار كوني بردا وسلاما. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما نقدر نتقرب أكثر لأن ريحة الدخان قوية، بس حبينا نشارك وياكم الدعوات الأخوة الكسبة، وإنا إليه وإنا إليه راجعون. والله قلوبنا مردت عليهم. ها والله يقولون تماس كهرباء ولحد الآن جاي يطفون بيها. الله يجبر خواطرهم، نسألكم الدعاء لهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله ما دعواتكم الأخوة الكسبة في المدينة المائية بالنجف الأشراف تحترق الآن، وأصوات الانفجارات والمواد الكيميائية وغيرها. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه، استغفر الله يا رب العالمين. هاي الحكومة، هاي الحكومات المتعاقبة، زمن صدام ما كانوا يبنون تشينكو بالشوارع، هسه هاي صارت بيد هاي الحكومة، حط تشينكو، حط لها من هاي المواد البلاستيكية وأجرها، وخلى العالم تحترق موادها وبدون حسابات وبدون. ليش هالشكل؟ ليش؟ ليش يا حكومتنا؟ هاي المستثمرين، هم المستثمرين نفسهم، هم المحافظة ومجلس محافظة، وهاي يفرمون براسنا بصال، حرقة وحلال العالم والكسبة طاحت بيها. ماكو لا محاسبة ولا رقابة. اللهم ابعدنا من عندهم هاي الشرذمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. دعواتكم، دعواتكم لهم إن شاء الله. في أمان الله وحفظه.